كلام مسؤول. في كلام مسؤول اليوم موضوعنا أطفال العائدين من مناطق النزاع. نحكيوا على تقريبا 51 طفل رجعوا من مناطق النزاع، كيفاش باش يتم ربما توفير الخدمات الصحية والنفسية ليهم، كيفاش باش يتم أيضا ترسيمهم بالمسار الدراسي، إعادة تأهيلهم، تأهيل تربوي، تأهيل معنوي، تأهيل نفسي، هذا الكل يجاوبنا عليه مندوب حماية الطفولة سي مهيار حمادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي مهيار. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا كما كنا نحكيو على ال 51 تقريبا طفل اللي رجعوا من مناطق النزاع، كيفاش ممكن او كيفاش قاعده تصير عمليه الاحاطه بالاطفال هذوما؟ شكرا على الاستضافه. احنا هذايا العمل قمنا فيه وقمنا به منذ سنه 2021 في اعداد وثيقه مرجعيه لمسارات، سمينا مسارات لأنه مش مسار واحد لكل طفل، لكل طفل وضعية ولكل طفل حالة، وهذا حسب السن وحسب الوضعية اللي عاشها وفقدانه للسند العائلي أم لا، وغياب الإحاطة والرعاية والتربية والصحة بالأساس. إذا تم إعداد الوثيقة هذه في عمل تشاركي مع مختلف الوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني، تنقلوا لهنا لمختلف الوزارات المعنية بالطفولة سواء في الصحة ولا التربية ولا الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وكذلك كما ذكرت مكونات المجتمع المدني. عملنا على أعداد وثيقة، الوثيقة هذه باش تحدد المرجعيات وباش تحدد كذلك طرق التدخل والتنسيق الأمثل، لأنه إذا كان كل تعهد يكون فيه إعادة لسرد وقايع ولا الأحداث ولا مش الأحداث، احنا نقولوا المسار نتاع الطفل في التدخل المباشر واللي ينجم يهم الجهة التي تعنى بالإحاطة بهم هذوما. دونك وقع تم تجارب، وهذا علاش قلنا احنا جايب 51 طفل من التجارب الجيدة ومن التجارب اللي طلبت أن يقع مراجعتها، وبالتالي في إعداد الوثيقة هذه معناها تسهيل وتيسير للعمل هذا اللي احنا شرعنا فيه، وقلت اللي فيه تجارب جيدة وفي نفس الوقت تحسين للوضعيات متاع الأطفال المحتمل رجوعهم إلى تونس في الأسابيع القادمة إن شاء الله، تكون ثم معناها المنهجية هذه للتعاطي وللتعامل مع الأطفال هذول باعتبار عندهم خصوصية فقدان السند العائلي بالأساس، عندهم خصوصية أنهم يلقوا رواحهم في عائلتهم من ناحية أخرى، اللغة، الصحة والمتابعة النفسية وإدماج معناها الإحاطة النفسية التربوية والإحاطة الطبية النفسية للحالات اللي شاهدوا ولا عاشوا ولا كانوا ضحايا ولا كانوا شهود لعمليات معينة قتالية أو غيرها، وتجنيبهم أكثر ما يمكن ما يسمى بالوصم الاجتماعي ستيغماتيزاسيون اعتبارهم هذوكا، وهذايا حتى شفناه في بعض وسائل الاعلام يسميهم اطفال كذا معنى من غير ما نذكروا كلمه، تجنبا للواقع هذايا حتى يكون معناها ينجم يعيش في محيط نسبيا ماهوش الطبيعي، نقولوا هو الطبيعي باعتباره في عائلته، ولكن كيف نعمل على اعاده ادماجه؟ وهذايا معناها خدمنا عليه بخصوصيات كبيره برشا، معناها عطينا اولويه كبيره برشا لكل الجهات كونها تخدم على الجوانب التي يمكن ان تساعد اكثر ما يمكن، وهذايا حتى العمل هذايا قمنا به احنا بيدنا تكوننا على المستوى هذايا من خلال الخبراء اللي كانوا موجودين معنا واللي معناها كلهم تونسيين، وكذلك استنادا ذات على تجارب دوليه بالرجوع الى المعايير الدوليه، المعايير الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والنصوص التشريعية نتاعنا اللي في تونس سواء فصل 31 من الدستور 2020، فصل 52 متعلق بالأطفال وحمايتهم وعلى مصلحة الطفل الفترة، والنصوص التشريعية اللي معنا اللي عندنا. دونك العمل هذا فيه جانب اجتماعي كبير برشا، معناها جانب انساني وجانب اجتماعي وجانب تربوي بالاساس. بالضبط، وحنا نحكيو على الجانب التربوي يعني ترسيمهم بالمسار الدراسي. ايه احنا ذكرت في نهار 25 كي عملنا اطلاق الوثيقه هذه الجملة 51 حسب السنوات الطفيلة هذوما، ثم 41 رجعوا لمقاعد الدراسة في مستويات الابتدائي بالاساس، واللي اكثر من سن
حقيقة تمدرس باع الحق سبعة أطفال للبرامج تأهيل التربوي والتابعوليزاسيون اجتماعي في مراكز دفاع الأدماج لأهلوهم فيما بعد المرحلة التكوينية. وعملنا وثم أطفال دون سنة دراسة اللي كانوا في طفولة مبكرة أو في مؤسسة طفولة مبكرة في الأساس الرياضة الأطفال ولا الثانوية التحتية عدد قليل برشا. دونك أما أساسا معناها الحمد لله أنه في هذوما ثم حاجتين وقع تمدرس واحد طفل من جملة الأطفال اللي عادوا وكذلك من مؤسسة كما نقولوا مراكز الرعاية بصفة عامة اللي ينجم يكون هو الطفل مكفول دولة وخو ماهوش فيه. سي مهيار نحاولوا نسمعوك مليح الصوت مش واضح توا. قلت الاطفال هذوما كلهم في عائلاتهم ما ثم حتى طفل في مؤسسه من مؤسسات التربيه في مؤسسه من مؤسسات الرعايه. معناها هذا ايجابي جدا جدا مع متابعه للوضع يعني معناها خليناهمش بعاد والا في دون علاقة مع مؤسسات وخاصة مندوبي حماية الطفولة في علاقة كذلك بالملفات المفتوحة لدى قضاة الأسرة في الجانب الوقائي لمتابعة وضعيتهم واستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي. خاصة وأن مصالح الوزارة في البلاغ سجلت مطالب عودة واردة بالنسبة بالأساس من الأجداد لأم أو أب الأطفال المقيمين بمختلف ولايات الجمهورية. كما قلت احنا نخدموا في اطار عمل شبكي وهذايا معناها نسق مع وزاره الخارجيه بالاساس. احنا تلقينا 120 مطلب لعوده الاطفال خاصه من مناطق النزاع في سوريا والعراق وهذا اللي نسعى كدوله للعمل على استرجاعهم والقيام بما يلزم للتسريع بالاساس وخاصه التسريع نحكي لعودتهم وضمان استقرارهم ووجودهم في تونس. هذه من أجل كما قلت أنت إدماجهم وضمان استقرارهم ووجودهم في تونس. سي مهيار زادة كمندوب حماية الطفولة وأنت معانا اليوم، موضوع آخر زادة مهيار ما يقلش أهمية على موضوع الأطفال اللي رجعوا من مناطق النزاع اللي هو اليوم التسول عند الأطفال زادة اللي هو ينجم معناها يهدد مسارهم الدراسي، هو يهدد مش ينجم يهدد فعليا مسارهم الدراسي أو مسارهم الاجتماعي بصفة عامة. اليوم التسول ونحن شفنا على امتداد شهر رمضان قديش المبالغ اللي صرحت بها برشا معناتها منظمات، المبالغ اللي يحظى بها الأطفال اللي يتسولوا، الظاهرة اليوم اللي مستشرية من التسول اليوم الوزارة شنو الخدمة اللي قاعدة تخدم عليها فيما يتعلق بالتسول؟ احنا شرعنا في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن لإعداد وهي أعلن عليه لإعداد استراتيجية وطنية لتصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع. وخدمنا عليها وراهو سابق أنه خدمنا عليها، معناها ماهيش راهي كل مرة يقع، هو كل مرة يقع تحيين التدخلات والإجراءات المستوجبة لذلك. أنا صراحة كمندوب عام حماية الطفولة وكشخص معناها مواطن وليت نخاف من العطل الصيفية وخاصة من العطل معناها في بقاء الأطفال من غير متابعة مدرسية لأنه هي تشجيع للتسرب المدرسي أو للانقطاع، وخاصة أنه الفترة هذه نجد أطفال يتنقلون من مناطق إلى أي مناطق أخرى وخاصة منها نذكر هنا المناطق الساحلية، وأنهم يوليوا يمتهنوا ولا يتواجدوا في أشكال من الاستغلال الاقتصادي أو هما بينهم يقوموا بالعمل هذا في جملة في مجموعة من الأطفال كما ذكر. والعمل هذا ومعناها وليت ملام فيه في بعض الأحيان أنه الدور للعائلة ومؤسسات الدولة هذا لا شك فيه، أما زاد للدولة عفوا للعائلة باعتبار انه نسبة التهديد المسلط على الاطفال في احصائياتنا بشكل عام خلال السنوات الاخيره 60% يتمثل في التهديد المسلط على طفل من العائله، وهذا ما يجعل معناها ديما اكثر حاجه بقطع نظر على انه هالاستراتيجيه باش تكون فيها ومضات وباش تكون فيها حملات تحسيسيه وباش تكون فيها برامج تصدي او معالجه للظاهره هذه، الا انه خوفنا اكثر في انه ما نلقاوش يد المساعده من قبل اقرب الناس ليهم اللي هما يحقوا ولا يامنوا سلامه الاطفال هذوما، لان الحوادث موجوده بمختلف انواعها الطريقه او غيره او الاعتداءات واللي تنجم تؤدي زاد للاتجار بالاطفال، وهذايا اللي اكثر حاجه يلزم
نخدم عليها، وفي الاستراتيجية هذه فيها مراحل قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة، باش نوريو المخاطر اللي تنجم تأثر واللي هي قاعدة تأثر هكا ولا هكا، أساسا القطاع المدرسي ووجود الأطفال في وضعية شارع تنجم تكون بصفة مؤقتة، ومن بعد تنجم الله لا يقدر كما في بلدان أخرى بتولي بصفة دائمة، معناها اللي نشوفوه في بعض المجتمعات ولا البلدان. وهذا أكثر معناها تحدي أنا بالنسبة للوزارة وبالنسبة للدولة وبالنسبة الواقع الأشياء، أنه معناها كيفاش نحاولوا، ما نقولش نقل، أنا نقول نقلي وان شاء الله معناها النجم الحق هذا، ولكن بتكافؤ جهود مؤسسه الدوله مجتمع مدني وجمع شيء، عندنا اجتماع على الخطه هذه مع عدد لا باس به من مكونات المجتمع المدني وكذلك العائلات معنا بالاساس. مشكور جدا مندوب حمايه الطفوله سي مهيار حمادي على كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا واصلين معكم حتى نصف النهار، كنا تحدثنا على الاطفال.